طبعا في موضوع طولت كثير على ما أعلق عليه، ما كان الوقت مناسب، أتوقع الحين صار الوقت مناسب، وهو موضوع غيابي عن العالم تقريبا. للأسف إن هذيك السنة أنا تعرضت فيها لظلم شديد. طبعا بالنسبة يعني لما يعرفني فهو أنا ما طارق عزيز، وكان عندي حساب في تويتر أعبر فيه عن آرائي ومعتقداتي بكل حرية، أمارس حقي يعني في حرية التعبير السلمي بدون ما أذي أحد ولا أعتدي على أحد. وطبعا في بعضكم يدري أو بعضكم واضح له، لكن أنا يمكن ما أعلنت أني أنا مثلي الجنس، وبنفس الوقت يعني حتى هويتي الجندرية تعتبر نون باينري، يعني لاني رجل ولاني امرأة، وعندي بعض المعتقدات الخاصة فيني، فكنت أعبر بشكل سلمي جدا إلى أن تم إلقاء القبض علي. وطبعا من هذاك اليوم تغيرت حياتي 180 درجة، عشت تجربة من أقصى ما يمكن أن تكون هذه التجربة. انحكم علي بالسجن، طلع حكم طبعا بإغلاق حسابي وكذا. قبل لا أدخل بالتفاصيل، لأن اللي صار معي خلال هذه السنة من تاريخ إلقاء القبض علي إلى بعدين ما راح يكفي فيه فيديو واحد، مستحيل. فعشان كذا خلوني بس أقرأ لكم الحكم اللي عبارة عن انتهاكات لحقوق الإنسان. ولما أقول انتهاكات لحقوق الإنسان فأنا أعني هذا الشيء، لأني أنا أوريدي أصلا يعني درست قانون بكالوريوس في السعودية، وأوريدي عندي ماجستير في القانون الدولي في حقوق الإنسان، فأنا واحد يعني متشبع نوعا ما إلى قدر كبير من ثقافة حقوق الإنسان وفلسفتها وفكرها. فما رح يجي أحد يعني معليش يعني يعلمني في حقوق الإنسان مثلا القضاء أو النيابة اللي عندنا للأسف اللي تعرضت منهم لظلم شديد جدا. فخلوني أقرأ لكم بس الحكم عشان بس تعرفون أنا إيش قاعد أتكلم، وبعدين أعطيكم التفاصيل اللي هي عن كل شيء. هنا طبعا قايلين ثبوت إدانة المدعي عليه طارق عبد العزيز سعودي الجنسية بمخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وذلك بإنتاج وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة عبر الشبكة المعلوماتية. يعني عنوان مطاط أكثر من كذا ما شفت، من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ذي الرمز التعريفي تي العزيز. انطوت، الحين نشوف على إيش انطوت. طبعا غير أن هذا الجريمة يعني كذا عنوان مطاط على الفاضي، لكن نشوف على إيش انطوت. انطوت على تكذيب لصريح القرآن والتشكيك فيه وازدراء تعاليم الدين الإسلامي والاعتراض على أحكام الشريعة الإسلامية والحدود الشرعية. هذه كلها، هذا الحكم يعني أو هذه الإدانة كلها انتهاك لحقوق الإنسان في حرية المعتقد، يعني أبسط من كذا ما في. فأنا متعجب كيف يعني تطلع إدانة بهالشكل في 2021. وتأييده للشذوذ الجنسي المثلية والسعي لإعطائهم حقوقهم كما يدعي. وأنا هذا الشيء الصراحة يعني ما أشوفه اتهام ولا إدانة، أنا هذا الشيء أفتخر فيه، أنا مثلي الجنس وأتشرف أني أدافع عن المثليين وعن كل أفراد مجتمع الميم، وأتشرف أصلا أني أقدر أسعى أني أعطيهم حقوقهم. أنا كل اللي سويتها مجرد كلام، ما أدري إذا الكلام أرعبكم لهالدرجة. وشوفوا بعد هذه الكارثة التهكم على مدير جمعية الذوق العام والسخرية منه، يعني حتى مدير جمعية الذوق العام صار لازم نخاف ما نتكلم عليه. أنا ترى متكلم عن مدير جمعية الذوق العام، ما تكلمت لا عن وزير ولا عن سفير ولا عن أمير. المهم، والتهكم على رمزية العلم السعودي، أنا ما أدري وين التهكم طبعا رمزية العلم السعودي، أنا مجرد قلت أن نشيل شهادة أن لا إله إلا الله. وتعاطفه مع أحد الموقوفين لدى الجهات الأمنية والدعوة إلى الإفراج عنه بقصد إثارة وتأليب الرأي العام. طيب، ما هو مسجون على شيء ما يستاهل، يعني هذا جزاتي أني قاعد أدافع عنه وأدعو الإفراج عنه. وأصلا تهمة إثارة وتأليب الرأي العام تهمة جدا مطاطة، يعني ما أدري إيش القصد منها. وتخزينه، هنا الكارثة، وتخزينه لمقاطع مرئية وصور شاذة له ولأشخاص آخرين في هاتفه، مكتبة الصور وتويتر وسناب شات. المشكلة أن هذه المقاطع مقاطع خاصة جدا وحميمية تخصني وتخص حياتي الشخصية، يعني أنتوا إيش دخلكم فيها؟ لا نشرتها ولا وريتها لأحد، جايين تحسبوني عليها ليش؟ يعني هم انتهكوا خصوصيتي بمعنى الكلمة وشافوا مقاطع المفروض ما يشوفونها. المهم، ومعاقبته على ذلك بسجنه لمدة سنة يحسب منها مدة إيقافه في هذه الدعوة، وتغريمه مبلغ وقدره 10,000 ريال، ونشر الحكم يعني التشهير، ومصادرة الجهازين اللي هما جهازتي كانت الآيفون، وطبعا اللي هو إغلاق حسابي في موقع التواصل تويتر ذي الرمز التعريفي تي العزيز، وللأسباب المذكورة في الحكم. هذا هو كان باختصار الحكم الكارثي اللي طلع عليه. طبعا مثل ما شفتوا الحكم عبارة عن انتهاك لكل أشكال حقوق الإنسان،
حق الإنسان في حرية المعتقد، حق الإنسان في حرية التعبير، حق الإنسان أصلاً في اللي هو رفع عنا التمييز والكراهية بناء على توجه الجنسي أو أي تنوع جنساني آخر، لكنهم انتهكوا كل هذه الحقوق. النيابة طبعاً مؤيد هذا الشيء اللي هو القضاء، وما أدري أنا يعني كيف في عام 2021 قاعد يصير هذا الشيء. طبعاً تعرضت لانتهاكات كثيرة، الآي كلاود حقي نزل على 6 أجهزة كمبيوتر، فأنا الحين أحمل النيابة مسؤولية كل خصوصيات اللي أخذوها والمقاطع اللي شافوها المفروض أصلاً ما يشوفونها، ما أدري بأي حق أصلاً شافوها لا ويحاكموني عليها. يعني أنا أتعجب الصراحة من هذه العقلية أنها موجودة معنا. فأنا فقدت الثقة تماماً في النيابة وفي القضاء عندنا بعد الحكم اللي أنا تعرضت له. طبعاً عملية إلقاء القبض وعملية ودخولي السجن والأحداث اللي صارت إلى أن طلعت وبعدين إيش اللي صار، هذه كلها راح أتكلم فيها في الأيام الجاية. ما راح يكفي هذا الفيديو أتكلم فيه عن كل شيء، لكن هذا الفيديو بس حبيت يكون بداية، لأن أنا يعني تعرضت لظلم وظلم شديد، وأنا متأكد الحين راح يطلعون ناس كثير يبون يخونوني ويبون ما أدري إيش يسوون، وأنا وطنيتي ما حد يقدر يساعدني عليها. إذا النيابة نفسها حاولت تلقى في جوالي شيء واحد في التواصل مع الخارج أو عمالة أو أي شيء عشان تديني فيه وما لقيت، لأن وطنيتي واضحة وتغريداتي واضحة ما زالت موجودة ورأيي واضح، لكني أتعرض للظلم بهذا الشكل وأسكت ما راح أقدر، مستحيل. وإن يكون إلى اليوم في تمييز وكراهية ضد المثليين ومجتمع الميم، ليش؟ تكالبت عليهم كل الناس، الملحدين والمسلمين الليبراليين والمحافظين، كل الناس في دولتنا وفي مجتمعنا حاطين دوبهم من دوب هالفئة المسالمة، وحتى لو صار يبون يستنقصون من قيمة أحد راحوا قالوا عنه مثلي، يدافع عن المثليين، يدافع عن الشواذ. وش هالعقلية المتخلفة؟ يعني إلى متى وإحنا عايشين في هذه العقليات المتحجرة يلي تمارس اللي هو الكراهية والتمييز ضد الآخر، وعندها معتقد يحثها على هذا الشيء، ولما ننتقد معتقدهم قالوا لك لا، ازدراء إلى الدين الإسلامي. أنا قلتها قبل وأقولها الحين، إحنا مو محتاجين قوانين ولا معاقبة أحد عشان ازدراء الديان أيا كان هذا الدين، إسلام ولا غيره. إحنا محتاجين قوانين تعاقب ازدراء الإنسان لما إحنا نجيب إنسان ونبهدله ونظلمه ونعرضه لشتى أنواع الظلم لأنه تكلم مارس حقه في التعبير. لا اعتدى على أحد ولا ظلم أحد ولا هو زعزع أمن أحد. أنا ماني فاهم يعني إيش هالخوف الرهيب هذا من الكلام. عموما في المقاطع الجاية أو في الأيام الجاية راح أتكلم بالتفصيل أنا إيش صار معاي من إلقاء القبض إلى أن طلعت، وهذه التجربة الصعبة اللي ما تمنى.